هنبدأ بموضوع عمرو جمال. عمرو جمال طبعا حضراتكم عارفين انه هو إعارة من النادي الأهلي، ودي آخر سنة إعارة لطلائع الجيش. آخر سنة إعارة لطلائع الجيش عمرو جمال. في عرض جه لعمرو جمال منذ يعني نقول يومين ولا حاجة. اهو رسائل كتيرة بدأت تجيلي، الحمد لله الدنيا كلها بتقول لي البث تمام. طب الحمد لله خلاص كده تمام يا رجالة، كده تمام اوكي. اللي عايز المداخلات يبعت رسائل يا جماعة، اللي بيتصل بعمل له حظر، كان بيعمل لنا مشكلة في الأجهزة. عمرو جمال آخر سنة إعارة من النادي الأهلي لطلائع الجيش. طيب قصة عمرو جمال إيه؟ عمرو جمال في عرض جايله من الوصلة الإماراتي، وهذا العرض جاد جدا 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 جدا، والوصل الإماراتي بيطلب خدمات عمرو جمال. كلمت النهاردة الكابتن عبد الحميد بسيوني، أكد لي فعلا أن العرض جاد جدا من الوصل، وأن الأمور زي الفل، وأن عمرو جمال بيفكر فيه بشكل قوي. أنتوا عارفين أن اطرح اسم عمرو جمال بقوة علشان يرجع النادي الأهلي السنة اللي جاية. وكان لي حوار مع زميلي وصديقي العزيز مهيب عبد الهادي على ام بي سي مصر، وقال انه يتمنى انه يرجع النادي الاهلي، ولكن شايف ان في صعوبه في هذا الموضوع. انا طبعا عمرو جمال انا متعاطف معاه لانه ولدنا، واحنا جبناه من الالمنيوم من نجا حمادي، ولولا الاصابه اللعينه اللي عطلته سنه، ولكن الحمد لله عاد بقوه. وانا بدعم عمرو جمال طول الوقت، اولا هو على خلق قريبنا، احنا عمامه يعني زي ما بيقولوا الصعايده، فرحانين بيه، نبت من نبتنا في نجا حمادي في جنة، وشرفنا في النادي الاهلي، والحمد لله عامل موسم اكتر من رائع مع نادي طلائع الجيش. كابتن عبد الحميد بسيوني اثنى كثيرا عن عمرو جمال معايا، وقال ان العرض جاد جدا. قلنا عشان ناخد مزيد من التفاصيل نروح للمحترم صديقنا العزيز الكابتن ميدو حزين، وكيل الكابتن عمرو جمال. يا كابتن ميدو السلام عليكم. عليكم السلام كابتن عبد الناصر، ازي حضرتك؟ حبيبي يا كابتن ميدو يا جميل، حضرتك ايه؟ ربنا يخليك حبيبي. وبشكرك وشكرا لوقتك لوجودك معانا في كوره بلدنا على تحيا مصر. امرك تحت امرك في اي وقت يا حبيبي، ربنا يخليك يا كابتن. يعني تفاصيل عرض عمرو جمال مع الوصل الاماراتي. بايجاز كده كابتن عبد الناصر، هو الموضوع حصل من شهرين اتصالات، وكان في اهتمام وبيسالوا وكده وهم متابعين. وعمرو السنه دي الحمد لله يعني الامور ماشيه بشكل كويس الحمد لله، ومركز جدا، فيعني لحد دلوقتي الامور ماشيه بشكل كويس. وكان هو استفسار وبعد كده حصل كلام وفتحوا خطوط اتصال معايا دايركت، وبقينا نتكلم وبيسالوا عن التفاصيل وموقفه وكده، والامور يعني ان شاء الله. ما بس احنا مستنيين بس الراجل اللي عنده ماتشات، هم هناك انت عارف في الامارات الدوري خلاص خلص، احنا عندنا هنا في مصر لسه الدوري، فالامور لسه طبعا في الاول في الاخر كل وقت يعني وليه حديث يعني، مش عايزين نتبع الاحداث. طيب يعني هل هناك تفاصيل متاحه للاعلام؟ وخلي بالك انا بقول لك متاحه عشان تقول ما هو متاح، لان اللي يهمنا في الاخر مصلحه عمرو جمال. فاهم فاهم، بس والله العظيم يا كابتن عبد الناصر حقيقي لو قلت اي حاجه زياده ابقى انا راجل كذاب. هو فعلا التفاصيل الماديه يعني كان في حاجه اتعرضت كده وبعد كده وقفت شويه غيرناها، فلسه ما وصلناش لصيغه معينه للموضوع ككل. يعني ما وصلناش لارقام معينه اللي هي خلاص دي الفاينل. لا يعنيني الارقام انا، لان الارقام دي رزق ربنا وربنا يجيب له احسن حاجه، لكن يعنيني الخطاب بتاع الوصل جاء على النادي الاهلي من امتى يا كابتن عميدو؟ لا لسه احنا ما خطبناش النادي الاهلي رسمي، لان موقف عمرو من النادي الاهلي لسه ما اتحددش. احنا لسه برضو مش عارفين الامور هتمشي ازاي في النادي الاهلي. لو النادي الاهلي محتاج عمرو تحت امر النادي الاهلي مش محتاجه برضو. هو السنه دي اخر سنه اعاره. بالظبط. يعني بنهايه الموسم ده يبقى فري ولا يبقى على قوه الاهلي؟ لا هو فاضل مع النادي الاهلي لسه موقفه متعلق، بعد الاعاره هتخلص عمرو هيبقى يشوف موقفه مع النادي الاهلي، احنا نشوف الموقف ايه. احنا لحد دلوقتي ما فيش اي جديد بالنسبه لعمرو مع النادي الاهلي، يعني احنا مستنيين الدوري يخلص
وبعد كده هنشوف الامور يعني هتدخل في اي اتجاه. لو نادي الوصل الفتره الجايه الامور بقت اكتر سخونه، هنبدا بقى نفتح مع النادي الاهلي نشوف بقى ايه الموقف اللي ممكن يحصل. بس انت حضرتك شايف ان الدوري هيخلص عندك متاخر، هيكون الناس في الخليج بدات تتحرك، وكمان الاهلي منشغل بالبطوله الافريقيه، ليس وقت الكلام. بالظبط كده. يعني لسه احنا بنشوف يعني لكل وقت ايه حديث، يعني بنشوف في اكشن معين كده هناخده ان شاء الله في توقيت معين، نبدا نتكلم مع الناس في النادي الاهلي ونشوف الامور هترسى ازاي، يعني هتخلص على ايه. يعني انا يمكن تواصلت النهارده مع بعض الاصدقاء في الوصل وبعض الاعلاميين في الامارات، والناس اكدوا لي ان الوصل جاد جدا، ولكن زي ما انت قلت هناك بعض الترتيبات. عمرو عايز يرجع للاهلي الاول لان ده بيته، وهو يفضل الاهلي عن اي حاجه مهما كانت الاغراءات الماليه. وفي نفس الوقت استطلاع راي الاهلي صعب دلوقتي لانشغال الاهلي بافريقيا، وعيجي على مؤجلات الدوري والدوري متاخر، فالامور لسه لم تتضح معالمها يا كابتن ميدو، صح كده؟ بالظبط بالظبط يا كابتن عبد الناصر، احنا مش عايزين نبدا الاحداث لان الامور لسه. لكن والله العظيم يعني عمرو انت عارف هو اهلاوي قد ايه، لو النادي الاهلي قال له يا عمرو خلاص احنا مش عايزينك وما عندوش مشكله، عمرو انت مكمل، هو تحت امر النادي الاهلي، هو عمرو بيجتهد وهدفه ان هو يرجع نفسه تاني، والحمد لله عمرو النهارده جايب 10 اهداف والامور ماشيه كويس يعني الحمد لله. مين معاك تاني من اللعيبه السنه دي في الدوري يا كابتن ميدو؟ في احمد سيد زيزو، في محمد ابو جبل، في محمد عبد الغني، في عبد الله بكري، في عمر كمال عبد الواحد، في اسماء كتير. يعني انت طبعا انت طبعا سعيد بتصريحات وكيل باتشيكو بالامس اللي برأ ساحه زيزو. على فكره انا اول واحد برأ زيزو في مصر في موضوع الميه وباتشيكو، وقلت زيزو اولا الكابتن مصطفى زيزو انا اعرفه كويس، والد احمد محترم جدا، وبلدياتنا من الصعيد ومن المنيا وشرف لينا، وزيزو متربي وتربيه اوروبا وما يعملش الغلط. والله كابتن عبد الناصر اخد من كلامك هو فعلا زيزو محترم جدا جدا، ومن الشخصيات اللي هي يعني عارف يقول ايه وما يقولش ايه ويعمل ايه، متربي يعني ولا متربي باصول يعني. ويوميها الناس قالت لي انت كذبوني. امبارح وكيل باتشيكو مع الزميل ابراهيم فايق اكد ان روايه ان زيزو ضرب باتشيكو بالميه في وشه وهميه وخياليه ولا اساس لها من الصحه. ده حقيقي. ولكن ده حقيقي. كان بيني ما بين الكابتن مصطفى زيزو مكالمه بنطمن على بعضينا يعني من باب الاطمئنان والصداقه يعني، فبرضه قال لي ان زيزو ما زال امره مع الزمالك والعروض بتنهال عن الزمالك، ولكن الزمالك لا يفصح عن هذه العروض بالنسبه لزيزو يا كابتن ميدو. بص يا كابتن ناصر، هو زيزو طبعا فاضل له سنه موسم مع نادي الزمالك، وهو حتى الان احنا مستنيين لو نادي الزمالك عنده الرغبه نقعد ونتكلم في تعديل العقد وتمديده، اوكي؟ ما كانش في رغبه، هو عندنا عروض يعني، والامور زيزو لعيب كبير يعني، زيزو من اللعيبه القوام الاساسي لنادي الزمالك ومنتخب دلوقتي. وراجل بيجتهد وبيشتغل، وهو بصراحه ما بيفكرش في الحاجات دي خالص، هو مركز مع نادي الزمالك وبيحب نادي الزمالك يعني، اكيد الراجل ده لعيب محترف بينزل الماتش غير ما الناس بتقول اصل زيزو الفتره الاخيره مش مركز. لا، مفيش لعيب ما بقاش نازل الماتش مش مركز، اي لعيب يا كابتن ناصر عايز يبقى كويس. خصوصا الفتره دي لانها تركيزك بيعلي سعرك في الماركاتو. بالظبط بالظبط. يعني عموما يمكن انا متابع زيزو وانا عارف ان في اكتر من عرض جاي للزمالك وعروض قويه جدا، وان كان هناك عدم افصاح، ولكن في النهايه برضه هنقول لكل حدث حديث. عايز اسالك على اخر حاجه، عمر كمال عبد الواحد اشيع ان الاهلي تدخل لعدم تجديد عمر مع المصري، الاهلي طبعا استاء ويمكن طلع بيان بهذا الشان وقال احنا لا نتدخل في اي امور ومن العيب الزج باسم الاهلي في كل حدوته. موقف عمر كمال عبد الواحد ايه من النادي المصري؟ والله لحد دلوقتي كابتن عبد الناصر يعني عمر مركز جدا مع النادي المصري في الماتشات، يعني ابقى كداب لو قلت لك في حاجه او في تحرك في اتجاه معين، مفيش اي اتجاهات دلوقتي خالص، هو مركز وبشكل كبير جدا يعني، مفيش اي جديد او خطوه تتاخد مع عمر دلوقتي. هو راجل مركز مع النادي المصري، عنده ماتشات ورا بعض. التجديد مع المصري اخباره ايه؟
الناس فتحوا معاد تجديد وفي الاسبوع ده في قاعده يعني هنشوف يعني الامور هتوصلنا لايه. المشاكل هي في الارقام وليس هناك تدخل حد لتخريب شيء، يعني كل المشاكل في الارقام. ارقام بالظبط. طيب ده بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، انت تؤكد صحه اللي احنا قلناه ان ما فيش اي عروض، ولكن المشكله في المصرف في الارقام والزج باسم الاهلي. على فكره حتى الناس في المصري محترمين، وانا عايز اشكرهم لان عضو مجلس الاداره اللي قال الكلام ده الاستاذ سمير حلبيه طلع كذبه وقال هو يتحدث عن نفسه ولا يعبر عن مجلس الاداره. الناس في بورسعيد محترمه جدا لان ليا تجربه معاهم السنه دي، الفرقه كلها كابتن علي ماهر. الناس الاستاذ سمير حلبيه والاستاذ محمد الخلي استاذ عنان ناس محترمه جدا، دي حقيقه، وشغاله شغل من النار ده حقيقه بجد، وده بينعكس على اداء الفرقه الفتره اللي فاتت. طيب عبد الله بكري خلاص ماشي من بيراميدز، الامور متضحه وواضحه للعيان، موقفه مع الزمالك وصل لفين يا كابتن ميدو؟ بص كابتن مصر وعبد الله عنده كذا عرض في السعوديه. والعروض دي كانت موجوده من السنه اللي فاتت، واكيد حضرتك عندك المعلومه، من نادي الوحده ونادي التعاون كان العروض موجوده من السنه اللي فاتت. عبد الله مركز في عروض السعوديه اكثر، عبد الله حابب يخرج يروح السعوديه، لو ما كانش هنقعد ونشوف الامور هتلبس عليه. لكن اقول لحضرتك حاجه، نادي الزمالك لحد دلوقتي ما فيش اسم بعينه هم استقروا عليه او اتكلموا فيه، الناس بترتب البيت من جوه وبيرتبوا برضه الله يكون في عونهم، الناس لسه جايه فلقوا تركه ثقيله جدا، فهم بيلموا الامور كلها وبعد كده يبداوا يبصوا الملف الفريق الكوره، لانهم عندهم مشاكل في ملف الفريق اللي موجود دلوقتي، عندهم تجديدات عندهم تعديلات، فهم عايزين يلموا الدنيا، لان الفرقه دلوقتي مركز اول، فهم عايزين يحافظوا على الهدوء وبعد كده يبداوا يتكلموا في موضوع الصفقات الجديده يعني. يعني لسه برضه الامور لم تاخذ منحنى الجديه خالص في اي لعيب، واللي يقولها غير كده استاذ عبد الناصر يعني ما يبقى يعني بيقول اي كلام. نادي الزمالك لحد دلوقتي الامور كلها اجتهادات، لكن الناس فعلا جايه، الناس عايزه تشتغل، وعلى فكره ناس محترمه جدا واداريا الناس ناجحه، هم عايزين يلموا الفرقه الاول وبعد كده يبصوا للموسم الجديد. طيب بس مرسي عجبني جدا مع المقص يا كابتن ميدو، عجبني جدا، لازم اثني عليه قبل ما اسيبك واقول ان هو قافل على نفسه، ده شيء كويس. ده حقيقي، باسم عامل شغل كويس جدا يا كابتن عبد الناصر، وشغال على نفسه بره نادي المقص كمان مع مدرب برايفت بيشتغل جامد، عشان كده ربنا اداله السنه دي. باسم جايب 8 اهداف ومركز، وان شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي. يعني باسم من اللعيبه المهاجمين اللي هم النادرين اللي بيتحرك جوه ال 18، عارف يعني رجليه ملمسه على الجون كويس. وده قليل دلوقتي في مصر، يعني مفيش الفيرود رقم 9 اللي بيبقى ملمس على الجون ده. فربنا يكرمه في اللي جاي ان شاء الله، يعني يكمل باقي الماتشات على هذا المستوى، ربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي. كابتن ميدو حسين بشكرك على كل هذه المعلومات، وشكرا لوقتك ووجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا. يمكن يعني اطلاله كده طمناكم على مجموعه من اللعيبه في الماركات الشتوي والدنيا رايحه فين وجايه منين، وكان يهمنا موضوع عمرو جمال، وكان يهمنا موضوع عمر كمال عبد الواحد وزيزو، وطمناكم على موضوع باسم مرسي. ناس كتيره جدا بتتابع باسم ولي عشاقه، وناس كتيره جدا طرحت اسمه للعوده للزمالك، ولكن الامور توقفت وحاجات كتير. يعني بشكر ميدو حزين على هذه المعلومات وعلى هذه المداخله.